نجم الكعبي كتنا حيصر قدام شيمانوفسكي يوسع كرة طويلة التويلة بسكولوفيتش يحطها لتاريتش عن تينا تينا كاسبر شيك لاتو وقصة خطيرة ياسر من ناولكا قصة خطيرة ياسر نعرضوا شوفوها بالطريقة البطيئة تعدت فوق كعبي كتنا حيصر يوسع ما وزعش يتعدى بالكرة فهي ياسر من كعبي توزيع من كعبي توماسيفسكي طبعا نطل المنطرق ولا طيب وحده مشيت في الكرة مد الكرة لاتو فهي مايلي فهي من مايلي لاتو وحده ولاتو ماهوش لاعب كي اللاعبين لاتو من الطراز الرفيع جدا ما يلزمش واحد يخليه وحده تعمل كرة توت ذويب ذويب يوزع كرة طويلة في اتجاه عقيد عقيد يقذف كرة ثانية في جنب مازال كم ستين توش نفس تمشي الفارق وبها ياسر من عاجل بي فنيات عالية ياسر وثم زي الكيخ بالكورة فيري تويلة فارق جورجون يا خانا همين همين فاهم من همين فاهم من همين وفاهم من دومازيفسكي فاهم وتسلل تسلل ضد الفريق البولوني همين همين ميم ميم بقى يا ساهم لاتو 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 لوباسكي كعبي والهدف هدف لفايت الفريق البولوني عفوا دفاع الفريق القومي التونسي الوحيد استغل الفريق البولوني باش يحقق الهدف بالضبط على نهاية الشوط الأول من مقابلة تونس وبولونيا هدف مقابل صفر سريعة للكرة تمشي لذويب مختار ذويب ميم العقربي العقربي ترجع لصاحب القومي التونسي والمقطع عن طريق غير الجسم جسمي الكعبي الكعبي كيتنا حيصر طبعا في لاتو الكعبي و ركنية الحكم قال ستة بطاقة مقرر ليا روح الكرة خرجها لاتو ترك ترك الكعبي الكعبي رف وستة بطاقة لصالح الفريق البولوني ركنية كم توالحة نصت في لاتو الكرة قبل ما تخرج شغالي شغالي طارق 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 عمير جندوبي جندوبي طارق طارق وكرة ما تعدلش الدنيا وتمشي مع الكرة عاود ياخذها ذويب وترجع مرة أخرى عن طريق لوباسكي لوباسكي وخطوة أخيرة كعبي لتميم عقيد عقيد طارق 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 عقيد وصلت في اخر لحظة عن طريق ماكيلوفيتش تمشي تومازيفسكي تومازيفسكي ايفان داينامو هاكتا ايفان ايفان قدام عمر شبالي ايفان ولاتو يدخل في الكورة مدى ايفان وتقطع من خلف جسم تمشي داينا داينا لاتو وباهي من نايلي وجه لوجه لاتو لكن نايلي اخرى عاجل طارق طارق ومخالفة وسبت انا في الصوت قاعد عنده كلمته الى حد لا مقابل العقربي في كرة هومير يخطف هومير وخرج فوق المرمى رب نجيب هومير وخرج فوق المرمى وكانت تسيق اليمين لكن ربما مين يا ذويب
زويم مد تميم جهة تركي العقربي عقربي رقيب سلطان العقربي تركي تميم تركي تميم يخطب وكنت على الأرض كنت على الأرض كان يظهر الهدف والله تاهري بيسر كنت تميم ما تدخلش بيه تاهري بيسر يعني أنه طول حظ واقف قدام خط هجوم الفريق القومي التونسي